الله أكبر الله أكبر. اللحوم مصدر طبيعي للبروتينات الصحية. على الصعيد العالمي يتم استهلاك ما يقرب من 346 مليون طن من اللحوم. جعل اللحوم اختيار ما يقرب من 86% من الناس حول العالم. باكستان هي خامس أكبر مصدر للحوم في منطقة الخليج بمتوسط تصدير سنوي يبلغ حوالي 100 مليون دولار. في عام 1996 تم تأسيس شركة بيكي للماشية واللحوم الخاصة المحدودة بهدف توفير أفضل اللحوم الحلال الطازجة لعملائها. في عام 1998 بدأت بيكي في تصدير اللحوم مما يجعلها أول مصدر للحوم في باكستان. يتم تنفيذ جميع عمليات التصدير عن طريق الخطوط الجوية حصريا من قبل شركة طيران الإمارات. نقوم باستمرار بتحديث برامج ضمان الجودة. برامج لمواكبة التحسينات في الأمن الغذائي ومعايير الجودة العالمية، وأيضاً وفقاً لمعايير الجودة لجميع الدول المستوردة لدينا. القدرة الاستيعابية للذبح تصل إلى 40 بقرة في الساعة. النظافة هي أولوية قصوى للشركة. يجب أن تخضع لامتثال صارم، وقسم ضمان الجودة مستقل. يركز بيكي بشكل كبير على اختيار المزرعة للماشية الصحية فقط. يتم فحص جميع الحيوانات بدقة وتخضع لفحص صارم ضد الذبح بواسطة فريق من الأطباء البيطريين. تتم عملية الذبح تحت إشراف بيطري صارم. مصانعنا مجهزة بأحدث التقنيات الأسترالية لضمان إنتاج أفضل درجة من اللحوم فقط. يستخدم نبات الضأن الخاص بنا نظاماً مقلوباً حديثاً مشهوراً بجودته العالية للمنتج النهائي. يأتي المصنع أيضاً مع مكنسة كهربائية تعمل بالبخار، مما يعزز نظافة الذبيحة. قدرة الذبح تبلغ 250 رأس ماعز في الساعة. يدرك الجميع في بيكي أن البيئة الصحية النظيفة أمر بالغ الأهمية في إنتاج لحوم عالية الجودة ولتلبية احتياجات عملائنا الكرام. بعد عملية الذبح، يقوم فينيو المختبر بمراقبة واختبار جميع الجوانب الصحية لسلسلة المعالجة. يحتوي بيكي على مختبرات كيميائية وميكروبيولوجية في المنزل. كوش كاي بروسيسنك مين حفظاً صحة كوبة ميت حاصل، ويتم إجراء التنظيف والتفتيش الدقيق للمصنع قبل بدء الذبح، وأيضاً بعد نهاية كل وردية عمل. لتنظيف مصنع المعالجة، يتم استخدام عوامل التنظيف المستوردة المعتمدة والموصى بها في جميع أنحاء العالم. بعد الفحص النهائي، يتم تخزين الجثث في المبردات استعداداً للتصدير إلى وجهتها. اكتمال عملية التبريد السريع مع الحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة. يتم نقل اللحوم باستخدام أسطول بيكي من الشاحنات المبردة لضمان تسليم اللحوم عالية الجودة فقط لعملائنا. بيكي شركة الثروة الحيوانية واللحوم الخاصة المحدودة هي شركة حاصلة على شهادة ISO 9001-2000 وشهادة HCCP. نقطة. يتمركز عملاؤنا بشكل رئيسي في منطقة الخليج بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين. شركة بيكي لارستوك آند ميت هي الشركة الرائدة في السوق، إضافة ملايين الدولارات إلى الاقتصاد الباكستاني. من أكبر مصدري اللحوم الحلال الطازجة في باكستان. بيكي شركة الثروة الحيوانية واللحوم الخاصة المحدودة.